مشتاق عم تشوفوه عم يدخل على الشاشه ام تي في باسكت. طبعا ام تي في لاب سبورت في تويتر فيسبوك وانستغرام. كيكانوفيتش عم يجرب يلعب على اللاعب التونسي عم يجرب ياخذه للخطا. كيكانوفيتش بيلعب على السله وبسجل اللاعب الباسكت. ريباوند دفاع على المنصور. لهلا دفاع الرياضي لافت لافت جدا. دفاع الرياضي كثير اجريسيف عم بيكونوا. كيكانوفيتش ميد رينج شوت بسجل بسجل. كيكانوفيتش نقطه الرابعه بالجيم كمان. امير كيكانوفيتش محاولة ثلاثية عم يسجل. كيكانوفيتش أول ثري بوينت. كيكانوفيتش لنشوف إذا رح يقدر ينجح بهالشيء. كيكانوفيتش بيطلع الطابة لبرا من جيب. كيكانوفيتش كيكانوفيتش بيبرم على السلة بسجل على جيرار حديديان نقطته العاشرة. علي علي منصور يعطي كيكانوفيتش عم يجرب يلعب على المجري بده يجرب يحطه بالخطأ الرابع بسجل. كيكانوفيتش نقطه ال 13. الشوط الثالث امير سعود لاسماعيل احمد. كيكانوفيتش جرب يلعب يلعب على السله بسجل. كيكانوفيتش نقطه ال 15. شفتوا الفوتورك اللي عنده اياها اللاعب بس امير خلي الطابه بايده. امير سعود بيخترق بايده الشمال ما بينجح. كيكانوفيتش بيلم وكيكانوفيتش عم يسجل نقطه ال 17. كيكانوفيتش لامير تمريره بتطلع كيكانوفيتش. اي لاف ذيس جيم. كريم زينون كريم كريم. كيكانوفيتش بتسدد بالمسافه المتوسطه. ما معقول قد حلوه تسديدته على الباك بورد بطريقه كلاسيكيه تقليديه هيك بيسددوا اللاعبين على الباك بورد.